ذلك الساعة قريبة منا أيها الإخوة، ما بيننا وبين الساعة إلا الموت، والموت يأتي بغتة. يعني يمكن الإنسان يصبح ما خطر بباله الموت ولا نسبة واحد منه، ويموت وكما ذكرنا أنه قد ينعم ويعذب في قبره، لكن لا يحس مر الزمن، وإذا بالساعة قد قامت. ولهذا قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر.